اهلا بكم مرة تانية وجايين لكم باخبار قوية النهاردة. وكيفن اوينز بيتخطط له خطط كبيرة جدا ما حصلتلوش من فترة كبيرة. لو يهمك الموضوع كمل للاخر علشان تعرف كل حاجة. خبر مهم بقى عن تريبل اتش، وهو ان تريبل اتش هيكمل في مهمة تصعيد المواهب. يعني ايه الكلام ده؟ شفنا طبعا صعود داكوتا، وبعد كده شفنا صعود كايرون كروس وسكارلت، وطبعا شفنا ان كايرون كروس دخل لمقابلة رومان رينز ودرو ماكنتاير، يعني صعدوا وصعدوا بقوة. طب هل دول بس النجوم اللي تريبل اتش ناوي يصعدهم؟ لا، تريبل اتش لسه بيفكر في تصعيد مواهب تانية كتير. وتصعيد داكوتا كاي كان جاي قبل عرض سامر سلام بكام ساعة، وطبعا قبل تقاعد فينس مكمان كان تصعيد المواهب حاجة مرفوضة جدا عند فينس مكمان. طبعا انتوا عارفين ان ستيفاني مكمان كانت ماسكة الشركة هي ونيك خان، طبعا بعد تقاعد والدها وهم طبعا لسه ماسكين الشركة. وشفنا عودة تريبل اتش، طلع بقى تريبل اتش في مقابلة حديثة وكانوا بيسألوه عن افكاره المستقبلية. رد بقى تريبل اتش وقال ان هو عايز يكمل ارث عائلة زوجته، يعني ان الاخر كده هو عايز يكمل اللي بناه فينس مكمان. وبيقول بقى تريبل اتش ان عشان نكمل الارث ده لازم نتعاون مع حد قوي علشان نقدر نوصل ونعلي جدا من شأن المصارعة، فعلشان كده هيكون في تعاون ما بيني انا وستيفاني مكمان ونيك خان والمنتج المخضرم طبعا للاتحاد. يعني من الاخر كده تريبل اتش ناوي انه يطور المصارعة اكتر من الاول ويخلينا متحمسين ان نشوفها بشكل احسن. يا ترى بقى ايه هو اللي احنا مستنيينه من عرض الرو؟ في عندنا بقى مواجهة فردية بين ريمستيريو وفين بالور. طبعا اول مرة الاتنين قابلوا فيها بعض ريمستيريو ضد فين بالور، قدر فين بالور انه يخطف الفوز من ريمستيريو. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في المواجهة دي، وطبعا هنشوف ايه اللي هم مخططين له لعدو قاعة المشاهير ايج اللي ظهر وساعد الميستيريوس في سامر سلام. ده بجانب طبعا المواجهة اللي هتكون على اللقب بين بوبي لاشلي وتشامبا. طبعا حصل تصفيات المرة اللي فاتت كانت مواجهات كويسة وتأهل في الاخر تشامبا على حساب اي جي ستايلز. هنقول لكم بقى على كواليس امضاء عقد كارين كروس. طبعا الاتحاد اعاد المفاوضات مرة تانية مع كارين كروس، واتفقوا طبعا معاه على مواجهات مستقبلية، وطبعا شروط العقد دي نجحت. طب ايه هي بقى المواجهات المستقبلية اللي اتفق الاتحاد فيها مع كارين كروس؟ كارين كروس راجع وعامل حسابه ان هو هينافس على الالقاب، يعني دلوقتي هو هيدخل في مواجهة فعلا مع درو ماكنتاير رومان رينز على اللقبين في كلاش ات ذا كاسل. طب لو درو ماكنتاير كسب كده هينتهي دور كارين كروس؟ لا، كارين كروس هيروح وهيواجه درو ماكنتاير على لقب العالم، وطبعا خلاص هيكون زي اي خصم عادي وبتقعد تتبدل الالقاب زي الاول. كيفن اوينز بقى هيغيب لفتره، وطبعا ده مش علشان هو مصاب، دي اوامر من الفريق الابداعي، يعني من الاخر كده اوامر من تريبل اتش. طب يا ترى بقى ايه هو السبب من ورا غياب كيفن اوينز؟ تريبل اتش بيقول ان هو محضر خطط كبيره لكيفن اوينز، زي ان هو ينافس على لقب العالم. طبعا اكيد انتوا عارفين ان تريبل اتش هو اللي صعد كيفن اوينز من الان اكس تي في 2016، وكمان ساعده للفوز بحسام اليونيفرسال، ودي كانت المره الوحيده في تاريخه. فكيفن اوينز بقى لما يرجع هنشوفه بيعود على رومان رينز. طب هل بقى هو هيفوز على رومان رينز؟ دي حاجة لسه ما حدش يعرفها، بس انا طبعا اتوقع ان كيفن اوينز لو واجه رومان رينز مرة تانية مش هيفوز عليه، لان كده عودة كودي رودز هيكون ملهاش اي لازمة. المهم ان كيفن اوينز دلوقتي بيتخطط له خطط كويسة جدا بعد عودة تريبل اتش. طبعا كمان النجوم مستنيين ان
يتحسن وضعهم بعد التغيير الإداري الكبير اللي حصل. وبكده تكون انتهت أخبارنا النهاردة. تحياتي ليكم من قناة أهم أخبار الـ WWE.